مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعطيات حوار مع طبيب. النهاردة معانا كاريزما خاصة بنرحب بيها في البرنامج معانا، وهو الدكتور محمد أحمد عبد الرازق، استشاري الجراحة العامة والأورام والمناظير، مدرس الجراحة العامة بعين شمس، عضو جمعية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو كلية الجراحين الأمريكية، ونائب مدير وحدة الحوادث والطوارئ مستشفى عين شمس التخصصي. مساء الخير عليك يا دكتور. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك معانا في البرنامج. طبعا احنا بنرحب بحضرتك في بدايه البرنامج، وان شاء الله باذن الله النهارده حضرتك هتكلمنا في موضوع مهم جدا اللي هو جراحه المناظير. ان شاء الله. جراحه المناظير ده اللي بنقول عليه النوع الجديد او عالم الطب الجديد، اخر متصور عليه عالم الطب في الجراحه. عايزه اعرف من حضرتك جراحه المناظير بمفهومها، ليه جراحه مناظير وليه بنفضلها؟ حضرتك بتفضل جراحه المناظير، فاتفضل حضرتك وضح لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضرتك. واهلا بالساده المشاهدين. لو اتكلمنا عن جراحه المناظير، هي جراحه بيسموها في الاساس مينيمالي انفيزيف او مينيمال اكسس سيرجري، يعني الجراحه التي تتم من فتحات دقيقة أو صغيرة، عكس الجراحات بتاعت زمان اللي نفتح البطن كلها عشان نعمل عملية. لا، دي فتحات لا تزيد حجمها عن سنتي واثنين من عشرة بكتير قوي. نقدر نعمل من فتحتين، ثلاثة، أربعة، على حسب نوع الجراحة، كل اللي احنا عايزين نعمله في البطن. جراحات المناظير مش جديدة قوي، يعني هي من القرن الماضي، يعني أو من يعني من التسعينات يعني. بس حصل فيها زي ما بيقولوا بريك ثرو او فتوحات كبيره قوي الفتره اللي فاتت. ليه بنفضلها؟ بنفضلها عشان اكتر من حاجه. اولا الفتحات صغيره، فما بيبقاش فيه جروح بعد العمليه، العيان بيرجع شغله بسرعه، ما بيبقاش فيه الم بعد العمليه. الحاجه الثانيه ان بيبقى فيه تكبير في المنظار. يعني كاميرا المنظار بتحقق لنا نوع معين من التكبير، بتخلي الاشياء اوضح. طبعا. الحاجة اللي بعد كده بنقدر نشوف حتت لو كنا هنشوفها في العملية هنضطر نفتح فتحات أكبر. يعني إحنا لو هنعمل مرارة نقدر نستكشف الجزء الأسفل من البطن. لو إحنا هنعمل زايدة نقدر نستكشف الجزء الأعلى من البطن، مجرد بس إن إحنا نغير اتجاه الكاميرا. الحاجات دي كلها بتخلينا توضيح اكثر وافضل. طبعا افضل وامن للعيان، وامن للمريض. طبيعي. الجراحات المناظير زي ما قلت لحضرتك هي يعني بادئه في الثمانينات والتسعينات يعني. بس المناظير الموجوده حاليا ال 4K بقى وال 3D وال مع الصبغات الخاصه بتحقق لنا زي التلفزيونات اللي موجوده في بيوت الناس، يعني مناظر ما اتشافتش قبل كده، ما شفناهاش قبل كده. أكيد. فبتخلي الرؤيه احسن بكتير، وساعات بيقولوا بتبقى احسن من العين البشريه. طب دكتور محمد، احنا عايزين نعرف من حضرتك اشهر العمليات اللي هي اتعملت بالمنظار الجراحي او اللي ممكن تتعمل بالمنظار الجراحي، زي ايه؟ طيب، اشهر عمليه بتتعمل بالمنظار الجراحي هي المراره بالمنظار، وهي اكتر عمليه بتتعمل لحد فتره قريبه. سبقتها او بقت اكتر منها يعني في الفتره اللي فاتت دي عمليه التكميم المعده بالمنظار في عمليات السمنه. فعلا. بس طول عمر المراره بالمنظار هي اكتر عمليه بتتعمل بالمنظار. يليها بعد كده حاجات الحوض مثلا زي الزايده واكياس المبيض، برضو المنظار دخل وبقى له باع طويل فيها لنفس السبب، انها عمليه مش محتاجه فتحات كبيره. والمنظار هيحقق كل اللي احنا عايزينه يعني. بس لا تزال في مصر على الاقل المرار بالمنظار هي اكتر عمليه بتتعمل في مصر، يعني من اشهر او من اشهر واكتر العمليات تقريبا. طبعا في بقى حاجات تانية دخلت اليومين دول وبقت منتشره، اللي هي جراحات الفتق بالمنظار. سواء فتق ايربي او جراحي او سري. ما كانتش موجوده قبل كده كتير، بس احنا ممكن نتكلم عن الموضوع ده لوحده، يعني من جراحات الفتق طبعا بالمنظار. ده موضوع كبير. طب الجديد يا دكتور في جراحه المناظير، زي ما قلت لحضرتك الاجهزه بقت احدث. من ضمن الحاجات الجديده في جراحات المناظير في يعني بروجرام او بروجكت كده احنا شغالين فيه في عندنا، هو عباره عن استخدام صبغات خاصه مع المنظار. الصبغات دي بتستخدم في العالم كله وبقى لها سنين، يعني اكتر من 10 سنين، بس في مصر يعني يمكن السنه اللي فاتت اول مره استخدمها، وكانت عين شمس اول مكان نستخدم فيه، يعني الفريق بتاعنا اول فريق استخدم الصبغات دي. الصبغات دي بتورينا القنوات المراريه كان احنا شايفينها من جوه، كان احنا بنحقن الصبغات بنشوفها عن طريق المنظار. الصوره واضحه. الصوره واضحه. يمكن في صوره معانا هنا نقدر نجيبها. القنوات المراريه بتبان كانها مرسومه. نقدر نشوف كل حاجه فيها من غير ما نفتح عليها يعني.
في حاجات تانية جديدة زي الدباسات اللي بتستخدم مع المناظير. الدباسات اللي بتستخدم مع المناظير حصل فيها تطور جامد جدا. الشبك اللي بيستخدم مع المناظير، الآلات، أجهزة ال بيسموها الانرجي ديفايس أو الأجهزة الكي اللي بالمنظار. أجهزة الكي اللي بالمنظار فيها تقدم جامد قوي في الفترة اللي فاتت يعني. إيه طيب حضرتك، اتكلمنا في نقطة مهمة دلوقتي جدا اللي هي جراحة الفتق بالمنظار. لو اتكلمنا فيها بوضوح للمشاهد قدامنا دلوقتي هنقول له ايه؟ الفتق كانت دايما عمليه بتتعمل عمليه جراحيه العين بيطلع منها بسرعه، فما كانش في داعي ان ان الدكاتره يفكروا ان احنا نحولها بالمنظار. بس في اكتر من موقف بيستدعي تدخل المنظار علشان يخلي الموضوع اسهل على العيان. المواقف دي تتمثل في ان مثلا عيان عمل فتق جراحي وارتد عليه تاني، فعشان يعملوا جراحي تاني بيبقى العمليه صعبه شويه. ان عيان عنده فتق على الناحيتين، فان انا افتح الناحيتين هيبقى صعب شويه. صعبه شويه عليه. العيانين الرياضيين واللي لهم ظروف خاصه في شغلهم، راجل بحار، طيار، رياضي، بيرفع اثقال، هو ده عايز يعمل العمليه وينزل شغله او يروح تدريبه بسرعه وما يقفش. وفي نفس الوقت يقدر يتدرب بسرعه، ما نقولوش استنى 3 شهور على ما تبدا تدريباتك تاني. اكيد ايوه طبعا. فالحاجات دي كلها خلت جراحات الفتق بالمنظار ليها مكان. يعني هنقول مميزات المنظار هي اللي خلتنا نلجا في الفتق تحديدا لعمليات المنظار، صح؟ بالزبط. تمام كده. الجديد بقى في انواع شبك جديده بقت تستخدم بالمنظار دلوقتي، بيستخدم معاها تثبيت اقل. حاجه اسمها الشبك ثلاثي الابعاد. شبك ثلاثي الابعاد ده تثبيته بيبقى بنستخدم فيه مثبتات اقل، فبيبقى الالم كمان اقل بكتير بعد العمليه. في بقت مثبتات بتدوب مش حديد زي زمان. المثبت نفسه بيدوب بعد شهور يعني. وكان ما فيش اي حاجه اتحطت، فما بيبقاش فيه اي الم بعد العمليه. ميزه الفتق بالمنظار ان احنا عارفين دايما الفتق بيتصلح اصلاحه بشبكه زي ما معظم الناس عارفه. الفتق بالمنظار مكان الشبكه كمان بيبقى مختلف عن المكان الجراحي. في الجراحي الشبكه بتبقى فوق العضلات. في الفتق بالمنظار بتبقى جوه العضلات، ودي ميزه تانية ان العيان لو كح، لو شال حاجه تقيله، الشبكه مش بتنفر لبره، بالعكس ده هي بتثبت اكتر في مكانها، او بمعنى اصح زي ما كنا بنقول ان هي بيحس بيها المريض. ده حقيقي، لانها بتتحط تحت الجلد. بالظبط كده. انما في المنظار بتتحط جوه العضلات. جوه العضلات. فبالتالي صح. بالظبط. تمام كده. ده اشهر حاجه بالنسبه للمنظار في الفتق. طبعا الناس النهارده موضوع الفتق ده فعلا كان موضوع صعب جدا. البطن بتتفتح يعني كتير كانها مثلا عمليه كبيره، وفعلا المريض بيبقى ما بيعرفش ينزل شغله او ما بيعرفش يمارس حياته. فجينا هنا للمنظار الجراحي فعلا، فبقى ميزته الاولى والوحيده ان هو فعلا ما فيش فتحه كبيره، بينزل شغله زي حضرتك ما قلت على طول. الشبكه نفسها وضعها بيبقى طبعا احسن بكتير قوي من الجراحات العامه. ده بالنسبه لجراحه المنظار الفتق. هنتطرق لموضوع بقى مهم جدا 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 اللي هي امراض الثدي المشهوره في مصر. ده موضوع كبير، موضوع مهم يعني. يعني امراض الثدي، في امراض حميده مبدئيا وفي امراض خبيثه لا قدر الله يعني. الامراض الحميده دي امراض ما تقلقش، وهي فكرتها انها بتصيب عدد كبير قوي من السيدات. مثلا نتكلم عن حاجه كده زي خراج الثدي. خراج الثدي هيجي ل 2-3% من كل السيدات اللي هترضع، يعني نسبه مش قليله من السيدات. لان لو احنا قلنا ان معظم الناس هترضع، فيبقى نسبه قليله مش قليله من السيدات هيحصل لها الموضوع ده. طيب خراج الثدي ده هيحتاج تدخل جراحي، او كان دايما بيحتاج تدخل جراحي، وكان دايما بيبقى جرح والسيده اضطرت توقف رضاعه و احنا دلوقتي ما بقيناش نلجا للكلام ده. العالم كله اتغير لاساليب تانية. زي مثلا شفط الخراج، الشفط المتكرر، تركيب اساطر في الخراج علشان ما نعملش عمليه وما نعملش فتح. التغيير في التفكير ده خلى ان المشاكل دي بقت ملهاش اثر كبير زي ما كان ليها زمان. وما بقيناش نطلب من السيدات ان هم يوقفوا رضاعه. بالعكس يعني ممكن يكملوا رضاعه ونعالج الموضوع. يعني السيده عملت مثلا الخراج بالمنظار واوريدي، مش بالمنظار، بالاشعه التدخليه مثلا يعني، وبترضع عادي خالص، ما فيش اي مشاكل. بالظبط. ما فيش مشاكل لا عليها ولا على البيبي. بالظبط. تمام. في امراض تانية منتشره زي الام الثدي المتكرره الدوريه.
الام الثدي الدوريه دي من اكتر الامراض اللي بتبقى عند السيدات، لدرجه ان هم في ناس بترفض انها تسميها مرض، يعني هم بيسموها تغيير عن النمط الطبيعي. تمام. الموضوع ده بيجي من سن صغير قوي لسن كبير قوي، بيبقى عباره عن تكيسات في الثدي بتسبب الم بيجي شهريا. يعني علاجاته كلها بسيطه وما بيبقالوش ضرر في المستقبل. يعني ده ممكن يجي للبنات مش للسيدات بس. ممكن يجي من اول البنات والباقي ما انا بقول لحضرتك فرنج في مثلا عمر كبير. مثلا في ايام البيريوت مثلا بتبقى دايما البنت بتشتكي. ايوه بالظبط كده. بعد الكشف بتلاقي لحد هنا ما بيبقاش فيه مشكله. المشكله بتبقى لما الالم ده بيجي ويعيق عن ممارسه الحياه العاديه. هم دول اللي بيشكوا، هم دول اللي بيجوا للدكاتره غالبا. انما الدقل او الالم اللي بيقعد يومين ثلاثه ويروح ده غالبا السيده ما بتشكيش منه او البنت ما بتشكيش منه، او بتبقى تاخد قرص بنادول وخلاص والدنيا بتخف. انما احنا بنتكلم عن الالم الاكبر من كده. في كل الاحوال هو لازم دكتور يبص عليها ويحدد هل احنا محتاجين نعمل حاجه ولا لا. غالبا بنطمن العيانه وما بنديش اي حاجه قويه الا في الحالات النادره قوي اللي هي بيبقى الالم شديد جدا، بندي بعض الادويه عشان توقف دي. وبرده كل علاجه علاج طبي يعني دوائي. ده بالنسبه للاورام الدكتور العاديه. لا لسه الاورام بقى ده الجزء اللي احنا اخر حاجه في الحاجات الحميده، يعني الاكياس بتاعه الثدي. اكياس الثدي دي برده حاجه ممكن تقلق السيده لانها بتحس بكتله في صدرها بالظبط، وتبقى قلقانه ان ورم. بس في الاخر مع الفحوصات بيطلع اكياس عاديه. الجزء الثاني بقى هو الاورام الخبيثه. الاورام الخبيثه دي قصه كبيره ومنتشره، الكلام فيها دايما بيخوف. مع ان احنا نقدر نسيطر على الوضع بسهوله. احنا نقدر نتكلم عن موضوع الاورام الخبيثه ده ان احنا نقول ان في واحده من كل 8 سيدات معرضه ان يجي لها طول حياتها ورم في الثدي. الموضوع ده حسبوه ان هم كل سيده ليها ريسك تقريبا 12.5%، فلو حسبناها بالطريقه السهله للفهم يبقى واحده من كل 8 سيدات هيجي لها ورم في الثدي. طيب المفروض نعمل ايه؟ نخاف؟ لا بالعكس، المفروض بما ان احنا عارفين ان هو منتشر نسبيا بالنسبه عن بقيه الاورام، هو اكتر سبب الاورام في السيدات هو الثدي، يمكن بعد اورام الرئه للاسف بسبب التدخين في السيدات يعني اللي بدا يظهر. فيبقى اورام الثدي تاني اسباب عالميا يعني، انما في مصر يعتبر تقريبا اول سبب في الاورام. ايا كان الاورام الثدي دي زي ما قلت لحضرتك المفروض ما نخافش منها بما ان احنا عارفين انها منتشره بهذا الكم. احنا المفروض نعمل حسابنا ان احنا سابقينها بخطوه. سابقينها بخطوه ازاي؟ السيده مطلوب منها دور والدكتور مطلوب منه دور والأشعة مطلوب منها دور. السيدة مطلوب منها أنها شهرياً تعمل لنفسها حاجة اسمها الفحص الذاتي للثدي. الفحص الذاتي للثدي ده فحص هي اللي بتقوم بيه لوحدها، مفروض الدكتور يعلمه لها أول مرة. يبدأ من سن 29-30 في الحدود دي. شهرياً أو كل شهرين بالكتير تعمله لنفسها علشان تبقى عارفة إيه الوضع اللي عندها، في أي حاجة ظهرت لا قدر الله ولا لا. الموضوع بعد كده يبقى على الدكتور انه يفحص السيده مره في السنه. يبقى كل السيدات يبقوا متابعين مع طبيب يفحص، يعملهم فحص للثدي مره في السنه يطمن عليها ويطمن ان الفحص اللي عملته 12 مره لوحدها في البيت ده كان صح. وبالتالي يبقى في لا قدر الله لو في اي حاجه تكتشف بسرعه. بعد الفحص بتاع الثدي من الطبيب ياتي دور الماموجرام او الاشعه الاكس راي العاديه على الثدي بنسميها ماموجرام. الماموجرام بتطلب من السيدات على حسب كل دولة وليها نظامها يعني، بس بتطلب غالبا من السيدات، ما تنفعش تتعمل للبنات، بتبقى مرة سنويا او مرة كل سنتين. كان في زمان قواعد واضحة وصريحة في الموضوع ده، يقول من اول 29 لازم فحص شهري، من اول 45 ل 40 ل 35 على حسب الولد زي ما قلت لحضرتك لازم ماموجرام. من اول دلوقتي في احنا في زمن اسمه التيلورد ميديسن او الطب التفصيلي. تمام. ان كل واحده وكل بني ادم ظروفه غير التاني اكيد، فبيتفصل له طريقه علاجه وطريقه المتابعه بتاعته. في سيدات بيبقى عندهم عوامل خطوره اكتر. لا قدر الله اختها والدتها جدتها كان عندها اورام في الثدي، دي هنتعامل معاها بحرص اكتر. في سيده ما عندهاش اي عوامل خطوره. تدخل العامل الوراثي برضه ليه دور كبير بالظبط، ما عشان تدخل العامل بالظبط. في سيده ما عندهاش عوامل خطوره فما بنهتمش ان احنا نعمل لها الحاجات في موعدها بالظبط، ممكن نقول لها لا كل سنتين بلاش كل سنه. فده الجزء بتاع ان احنا نسبق سابقين بخطوه. طيب
ليه اوجع دماغي بحاجه زي كده واقلق نفسي وكل شهر اخاف وكل اخاف سنه اروح لدكتور؟ بالظبط. الميزه ان لا قدر الله لو في اورام في الثدي وتم اكتشافها في هذه المرحله هي اورام قابله للشفاء، تشفى، نقدر نقول تماما. وتشفى تماما يعني ايه؟ يعني السيده دي يبقى ليها نفس عمرها، لو ما كانش طبعا الاعمار بيد الله، بس هي يعني بتتحسب بالطريقه دي، ان نفس عمرها كان ما جالهاش اي اورام، تفضل تعيش نفس المده الزمنيه. ده لو اكتشفت بدري لو يا دكتور اكتشفت بدري، واتعالجت، على عكس لو اكتشفت متاخر. صح كده، تمام. فعلشان كده بنقول العناء اللي احنا نبذله لنفسي ده في الفحص وفي التفكير في الموضوع هيخلينا ان احنا سابقين، ان احنا لا قدر الله الورم اول ما يظهر نكتشفه نشيله، فيحصل شفاء كأن شيئا لم يكن. كأن شيئا لم يكن، صح كده. طيب سؤال يا دكتور دلوقتي بيقول اورام الثدي اللي هي الاورام الليفيه العاديه دي ممكن مع الوقت تبقى تتقلب لاورام؟ طيب اورام الثدي الليفيه، اورام الثدي الليفيه هم نوعين كبار. النوع المشهور اللي كل الناس عارفاه ده ما بيقلبش اورام خالص، وهو يعتبر ورم حميد، مش خبيث خالص، وما بيقلبش خبيث. علاجه الاستئصال لو هو ورم كبير. لو هو اورام صغيره اقل من سنتي 2 سنتي حاجه زي كده، ممكن معالجتها ممكن ممكن نسيبها او ممكن نشفطها، او بس ناخد منها عينه. في نوع تاني نادر شويه من الاورام اللي فيها ده اللي بنحتاج في كل الاحوال نشيله، لان مش بيقلب خبيث برضو بصراحه، بس هو لما بيتشال ما بيكبرش، لانه بيكبر باحجام كبيره، فبيتشال وبيتحلل. بس الحاجه المهمه وكويسه ان حضرتك سالت السؤال ده، لان الاورام اللي فيها منتشره جدا في الثدي، وبتيجي اكتر في سن البنات، فالاهل بيبقوا قلقانين قوي ان بنتهم صغيره 16 سنه 17 سنه وعندها ورم في الثدي. غالبا ده بيبقى ورم ليفي، وغالبا ما بنحتاجش نعمل له حاجه الا لو حجمه كبير قوي مأثر على الشكل. لو مأثر على الشكل بنشيله طبعا، او لو بيكبر بسرعه بنشيله عشان ما ياثرش على الشكل بعد كده. طبعا بقى في قلق طبعا. طبعا. طب الجديد في جراحات الثدي يا دكتور اللي هو هنتكلم فيه اللي هو استئصال التجميلي، لو اتكلمنا عن الاستئصال التجميلي لأي سيدة هنقول ايه؟ زمان او يعني في التاريخ بتاع الطب، يعني اورام الثدي دي كانت جراحتها صعبة جدا. كان بيشيلوا كل حاجة بالعضلات بالجلد بكي، كانت اورام صح. يعني تشوفي في كتب التاريخ كده كانت اورام مرعبة يعني. مع الوقت مع الدراسات بدأنا نثبت يعني ان كل ما استئصلنا جزء اقل، بس مع احترام بعض القواعد، العيانه ما بيحصل لهاش الحاجات الكارثيه اللي كانت بتحصل بعد العمليه من الم والتهاب في الجرح و و و وفي نفس الوقت مده حياتها الطبيعيه بتبقى زي ما هي، كان احنا شلنا العمليه الكبيره دي. بمعنى تاني ان شلنا كتير او شلنا قليل مش هو ده اللي بيحدد المشكله او مشكله العيانه بعد كده. اللي بيحدد الكلام ده هو مدى انتشار الورم الاول. فكان من غير المنطقي ان يبقى عيانة الورم بتاعها صغير جدا ان احنا نعمل لها استئصال كامل للثدي. ايوه، ما دي المشكله. فبدانا نعمل زي جايد لاينز او قواعد للعمل، ان احنا مين العيانه اللي محتاجه استئصال الثدي ومين العيانين اللي مش محتاجين استئصال الثدي. بقول عيانه وعيانين ليه؟ ان العيانه اللي محتاجه استئصال الثدي دي عددهم قليل قوي دلوقتي، نسبتها قليله طبعا. اكيد. اللي محتاجه بقى استئصال جزئي للثدي دي نسبتها كبيره، والاستئصال الجزئي للثدي هو ده بقى اللي حصل فيه تجديد. كان في استئصال ربع الثدي، كان في استئصال الورم من الثدي، كان في استئصال جزئي للثدي. بعد كده بقى في حاجه اسمها استئصال تجميلي. يعني ايه استئصال تجميلي بقى؟ يعني الجرح اللي احنا بنشيل منه الورم بيبقى جرح شبه عمليات التجميل اللي زمايلنا في التجميل بيعملوها لتصغير حجم الثدي. فبحيث ان الثدي في الاخر يطلع شكله كويس جدا، شكله كانه مجرد عمل عمليه تصغير للثدي. طبعا هو الهدف مش التجميل، هو الهدف ان احنا بعد ما نعمل العمليه ما نسيبش ثدي مشوه. لان ده من نوع من انواع الاتقان في العمل. ان احنا لو شلنا الورم والثدي بقى مشوه، طيب ما نشيل الورم والثدي ما يبقاش مشوه، اللي هو بنقول عليه اللي هو الاستئصال التجميلي للثدي. ايوه صح كده. فهو الناس ما تفكرش فيه من هو ناحيه التجميل، هو ملوش علاقه بالتجميل، بس احنا هو نوع من اتقان العمل، الشكل الجمالي، نوع من اتقان العمل. زي ما بقول لحضرتك، مش فايده ان احنا نعمل العمليه والعمليه تنجح ويطلع نتيجه المنظر مش حلو. فالاستئصال التجميلي للثدي هو ده التقدم في عمليات الثدي. لان ده بيأثر الدكتور وله درجات كبيره تقريبا السيده. طبعا بالظبط. له ثلاث درجات. في حاجات صغيره قوي ان احنا طريقه الخيوط وطريقه الجرح. في حاجات اكبر من كده ان احنا بنحول جزء من الثدي نحركه لحته ثانيه. أيوة. في حاجات اكبر من كده كمان ان احنا نحط عضله مكان الثدي ونقفل عليها. ناخد العضله من الظهر او من البطن ونحطها مكان الثدي.
الموضوع ده مهم جدا لانه بيرفع معنويات السيده بعد العمليه، بيخليها تعيش حياتها بعد كده اللي هو طبيعي. بيقول عليه دكتور الثدي الصناعي، لا ولا ده مش حاجة صناعي، ده طبيعي، دي وده عضله من طبيعي؟ جسم الانسان او جزء من الثدي، بنلف الانسجه بشكل معين بحيث انها ترجع شكل الثدي المتعارف عليه ده للسيده من تمام. غير ما يبقى في شكل مشوه. طيب، ما هو ده سؤالي دلوقتي حالا دكتور. الحاجات الصناعيه الصناعي ده ممكن يتحط سيليكون، يعني سيليكون امبلانت او يعني كيس من السيليكون يناسب حجم الثدي التاني، بحيث ان لما تعمل استئصال في الثدي ده لسبب اورام يعني نحط لها زرعه السيليكون دي بحيث ان شكلها يبقى كويس. دي مرحله برضو من مراحل الاستئصال التجميلي، بس احنا بنتكلم على المراحل الاخرى التي لا يستخدم فيها حاجه صناعيه. يعني من حق كل سيده قبل ما تعمل عمليتها لازم تعرف هل هينفعني استئصال تجميلي ولا لا، يعني ما يبقاش الحل الاسهل نعمل استئصال للثدي او استئصال للورم وزي ما تيجي تيجي بقى، لا يعني لو طبعا، احنا لا دلوقتي اكيد. احنا احنا عندنا بنبص حلول الناحيه اخرى يعني. الطبيه اللي هي الصحيحه الاول، بعد بالظبط كده هنبص الناحيه الجماليه. بالظبط، تمام. والنقطه دي مهمه يعني، شكرا لحضرتك ذكرتيها. الاستئصال التجميلي للثدي هو اول قاعده فيه الحفاظ على قواعد الاستئصال الاورام. طبعا. يعني ايه؟ لو التجميل هيأثر على استئصال الثدي الورم لا ما بنعملوش. لا مش عايزين. احنا اول قاعده ان احنا نبقى امنين من ناحيه الاورام، اونكولوجيكالي صح سيف، كده، اهم وبعد حاجه كده يبقى بشكل جميل. يبقى بشكل جمالي. صح طبعا كده. طيب، في حاجه تانية، هنطلع من استئصال الثدي وتجميل الثدي للجديد في جراحات الشرج بالليزر، ودي حاجه مهمه جدا. يعني معظم المشاهدين النهارده دلوقتي هما بيسمعونا عايزين يعرفوا استئصال الشرج او عمليات الشرج بالليزر، دي حاجه بص مهمه. ما تزعليش مني، يعني هو الناس معتبرة الليزر ده ساحر بيعمل كل حاجة في أي وقت. هو الليزر مش كده، هو الليزر أداة من ضمن الأدوات اللي احنا بنستخدمها. اكيد. فاستخدام الليزر في عمليات الشرج مفيد جدا، وفي أبحاث كتير عليه في العالم، وفعلا بيبقى الألم بعديه قليل، بس مش هو الساحر زي ما بنقول. هو له استخداماته، بس اكيد. لو تعدينا استخداماته دي يبقى احنا بنظلمه معانا. يعني لو طلبنا منه انه يعمل حاجه هو اصلا ما بيعرفش يعملها يبقى احنا كده بنظلمه معانا. نبدا الكلام بان الليزر اصلا انواع. كان في الفتره اللي فاتت للاسف شركات بتروج الاجهزه على انها ليزر وهي ما كانتش ليزر اصلا. انما الشركات الموجوده دلوقتي الليزر الموجود فعلا ليزر حقيقي. الليزر بيعمل ايه؟ الليزر يقدر يقطع، يقدر يجلط، يقدر يفتح، فيقدر نستخدمه على حسب القوه بتاعته في اكتر من حاجه. الليزر اللي بيجلط ده بنستخدمه في البواسير، يعمل تجلط للأوردة بتاعة البواسير فحجمها يقل فتضمر فتخف. نقدر نستخدمه في كل البواسير، مفيش حاجة اسمها كل، التعميم ده هيبقى غلط على طول يعني. بس في معظم حالات البواسير ممكن لو مفيش حجم كبير قوي نقدر نعمل ليزر. طيب ليه بقول لو مفيش حجم كبير قوي؟ لأن في برضو يعني ميس كونسبت أو في سوء فهم شوية في موضوع البواسير. البواسير هي تضخم في الأوردة اللي في الشرج. الكلام ده لحد هنا صحيح بس مش كامل، لأن مع تضخم الأوردة دي الغشاء اللي مبطن الشرج بيكبر، العضلات اللي مبطنة الأوردة دي بتكبر وبتنزل بره، والأنسجة الضامة كمان بتكبر. فمعنى كده إن احنا لو حتى قفلنا الأوردة دي الأشياء الأخرى دي اللي موجودة هتفضل موجودة، تاخد وقت كبير قوي على ما تتشال. فاخترعوا عملية تانية أو بقينا نعمل عملية تانية بالليزر، اللي احنا نعمل قفل للأوردة وبرضه نحرق شوية الأنسجة اللي بره دي. بس ده احنا حاطين الليزر في تحدي يمكن يكون أكبر منه. احنا هنشوف في الأيام الجاية السنوات العمليات دي بتتعمل وبنشوف نتيجتها بعد سنين، هو بعد استسهال يا 5 سنين. دكتور، يعني مش استسهال. استسهال، بس لا الليزر يعني اسم حلو، جذاب جذاب. لا، هو اللي دايما البيشن لما يجي لحضرتك بيقول لك إيه انا عايز اعمل عمليه بالليزر، مجرد الاسم الشيك ليزر الرقيق شيق. ده، ليزر حرب النجوم. الاسم الجميل الشيك ده، يعني انا عايز اعمل وخلاص، بدون اي فهم وبدون اي ادراك ان الليزر ده يعني مش هو كل حاجه ومش هو الاساس. لا، في حاجات، يعني مثلا سايزة حضرتك ما قلت مثلا في عندي شيء مثلا وسير او حاجه متضخم، طب اعمله بالليزر ازاي؟ بالظبط ما هي دي النقطه اللي احنا فعلا بالظبط. كنا لازم له نوضحها. عمليات علشان برضو الناس اللي سمعنا تبقى فاهمه، لان في دكاتره يعني بيقترحوا عمليات بالموضوع ده. ده الكلام ده حقيقي، بس احنا يعني خلينا يمكن عشان احنا اكاديميين شويه، احنا بنتكلم ان
اي عمليه بتمر باكتر من مرحله. المرحله الاولانيه ان احنا نقول ان احنا بنعملها. المرحله الثانيه ان يتقال ان عدى على العمليه دي 10 سنين في الدنيا والعمليه دي ناجحه فعلا. فعلا مش فكره انا عملت عيان ونجح بالعمليه دي. لا، العمليه دي هي فعلا ذاتها في ناجحه. اتعملت في مصر هتبقى ناجحه، اتعملت في امريكا هتبقى ناجحه، اتعملت في الهند هتبقى ناجحه. العمليه بالزبط. طبعا ايوه طبعا. ده بالنسبه للبواسير. في برضو استخدام الليزر مهم، هو في الناسور، الناسور العصعصي او الناسور الشرجي. بيتطلب بعض الشروط في الناسور، ان الناسور يبقى مستقيم ورفيع وملوش يعني افرع علشان الليزر يكوي قناه الناسور كلها. في استخدامات تاني في الشرخ، ان هو يدوب العضله القابضه بدل ما نعمل عمليه ونفتح، لا هو يدوب. بس ارجع اقول تاني، لما طبيب ينصح مريض انه ما ينفعوش ليزر، هو مش بخلان عليه بحاجه، لا هو بيقول له ان يعني ما تحطش الليزر في اختبار اكبر منه يعني. اكيد طبعا، ما هو كل قاعده بيقولوا لها شواذ اكيد. إيه طيب دكتور، انا عايزه اعرف بقى دبسات البواسير والسقوط الشرجي. إيه موضوع كبير ده، موضوع كبير. هو زي ما كنا بنتكلم ان البواسير مش بس اورده منتفخه زي ما الناس بتشوف، لا، البواسير دي مرض كبير بيقعد مده طويله في البني ادم، يبدا بدرجه اولى لحد ما يوصل لدرجه رابعه. الدرجه الاولى دي عباره عن شويه نزيف وشويه ورم خفيف، حكه، حاجات زي كده. بيتقدم الوضع ان الاورده تكبر اكتر فتتدلى وتنزل من الشرج، تنزل وتخرج لوحدها، وبعد كده لما تخرجش لوحدها لازم البني ادم يرجعها لحد ما يحصل بقى السقوط الشرجي. السقوط الشرجي تحس ان جزء من الشرج نفسه خارج. فدي درجات البواسير. البواسير تشخيصها سهل، مش محتاج فحوصات، بس ساعات بنطلب منظار، ساعات نطلب صوره دم. عمليات البواسير هي عمليات قديمه وفعلا ما كانش في تجديد فيها لمده سنين. هي نفس العمليه، لا اما مفتوحه لا اما مقفوله، وهي نفس العمليه اللي اتعملت من عشرات السنين. الفكره لما دخل الجيل الجديد من اجهزه الكي بدا العمليه تتغير شويه، الليزر لما جه بدا العمليه تتغير شويه. بس انا شايف اهم مدخل جديد في عمليه البواسير هي الدباسات. دباسات البواسير هي مش بس بتشيل البواسير، هي بتشيل البواسير وتثبت الشرج مكانه وبترفع الشرج. فيعني اسم العمليه حتى بالانجليزي مش بس استئصال البواسير بالدباسه، هو يعني اسمه معناه يعني او ترجمته هو استئصال وتثبيت الشرج ورفعه. طبعا ايوه. فده بيخلي العيان في وضع احسن بكتير، مش بس ان هو البواسير خفت بعد العمليه، لا ده خفت والشرج نفسه بقى في مكانه. اللي بيحصل ان اهم سبب للبواسير ان الناس بتحزق، يا اما عشان بيجي له امساك كتير يبقى غصب عنه، يا اما هو بمزاجه شخصيه بتحزق او متعود على كده او اتعلم الموضوع ده كده. فالشرج مش بيبقى فيه بواسير بس، لا ده بيبقى فيه بواسير وسقوط شويه. دباسات البواسير والسقوط هم يعني في اكتر من نوع، يعني في للبواسير بس وفي للسقوط بس. وفي البواسير والسقوط يعني ميزتها ايه؟ ميزتها ان بيبقى فيه استئصال جزء من البواسير، استئصال جزء من الغشاء النسيج المبطن للشرج. بيتشال الجزء ده فبيرفع الشرج زي ما قلنا، وبيثبته في مكان اعلى. والكلام ده لو تم في مكان معين، العمليه دي بتبقى بدون الم اصلا. علشان كده هي عيب الدباسه، يمكن لازم اللي بيعملها يكون خبير بيها. علشان ما يبقاش في اي جزء من الجلد متشال، ما يبقاش الجزء الخارجي متشال من البواسير. يعني من ضمن دباس البواسير المفروض العيان لما بيخرج من العمليه غالبا ما بيحسش انه عمل اي حاجه. لدرجه انه حتى بيحس ان البواسير لسه موجوده. بس في ظرف يومين ثلاثه كل حاجه بتترفع وكل حاجه بتبقى كويسه، لان العمليه بتتم على مستوى اعلى شويه من اللي البني ادم بيشوفه من بره، بتبقى فوق خط اسمه الدنتيت علشان ما يبقاش في الم في العمليه. في دباسات مخصصه للسقوط الشرجي بس، والسقوط الشرجي ده قصه كبيره يعني ممكن تكون بره مجال البرنامج. بس في دباسات مخصصه للسقوط الشرجي بديل عن العمليات اللي بتتم عن طريق البطن يعني. دباسه البواسير زي ما بقول لحضرتك اكتر حاجه بتنفع فيها الدرجه الرابعه، بس تنفع من اول الدرجه الثانيه نقدر نعملها. تمام. طيب بفهم كده من حضرتك دكتور محمد ان احنا موضوع جراحه المناظير موضوع جديد، مش جديد قوي بس مهم، ويكاد يكون اسهل او احسن بكتير من الجراحات اللي هي التقليديه بتاعت زمان عاديه، لاسباب زي ما ذكرنا في اول الحلقه. تمام.
طب في حاجة مهمة جدا جدا بتتعمل بجراحة المناظير وهي المرارة بالمنظار. أنا أتمنى إن احنا نجيب الصورة اللي فيها كان معانا احنا الصبغة فعلا لأن صورة الموضوع ده الصبغة. مهم. على ما يجيبوها قصة جراحة المرارة بالمنظار، القصة دي يعني فيها قصة شيقة وبالذات في مصر. يعني لما المناظير بدأت تدخل مصر في التسعينات، كان في هجوم كبير قوي من بعض الناس على ان جراحات المناظير بتسبب مشاكل اكتر للمرضى عن جراحات الفتحة. وللاسف يعني حتى في مصر في بعض الاماكن لحد دلوقتي يتقال معقول انت هتعمل منظار؟ منظار ايه ده؟ انت ممكن يحصل لك حاجة. الكلام ده طبعا مش دقيق، لان احنا زي ما قلنا مميزات جراحات المناظير، في ميزة تانية مهمة ان في اجيال دلوقتي من الجراحين، يعني الطلبة بتوعنا وزمايلنا الاصغر مننا يعني بدأوا يتعلموا الجراحة بالمنظار، فده هيخلي لهم دايما الشغل بالمنظار اسهل. ومش بس كده، احنا بنقول ان العيان كده هيستفيد بحاجات كتير مش موجوده في الجراحه العاديه. ان احنا نستكشف القنوات المراريه واحنا شايفينها بعيننا، مش شايفينها من فوق بطريقه صعبه، او لو عايزين نشوفها كويس يعني نضطر نفتح فتحه اكبر. يعني يمكن اهالينا اللي عملوا المراره بالمنظار زمان كان بيتشاف الفتحه في بطنهم قد ايه، واخده تقريبا نص البطن يعني. دلوقتي ممكن ما تتشافش الفتحات خالص لو اتعملت بثلاث بورتات، او يعني لو ثلاث فتحات او اربع فتحات، حتى كل فتحه فتحتين بيبقوا سنتي وفتحتين نص سنتي. في حاجات جديده كمان بتتعمل في جراحات المناظير. الناس اللي بتبقى خايفه من قلقانه شويه من الالات والتعقيم، في الات لجراحه المناظير بتبقى زي ما بيقولوا استخدام واحد، ديسبوزبل، تستخدمها مع العيان وياخدها معاه بتترمي. في زي ما قلنا موضوع صبغه الاي سي جي. الاي سي جي زي ما قلت لحضرتك هي ماده مش جديده في العالم، هي بقى لها اكتر من 10 سنين بس في مصر احنا بدانا نستخدم بيها اول مكان، وفي مكان او اتنين كمان بداوا يستخدموه بس بصوره يعني اكاديميه، لان هو تجريبيه يعني. لان الاجهزه دي لسه مش متاح بيها للكل يعني. بس احنا عندنا في الجامعه بنستخدمها، وفيها يعني بصراحة فايدة كبيرة قوي للعيان. احنا بنرسم القنوات المرارية وبنشوفها مرسومة قبل ما نشتغل. يعني الصبغة بتدخل جوه القنوات المرارية، بنحن الصبغة وريد وتدخل جوه القنوات المرارية والكبد، فبنشوفها رأي العين يعني. زي ما بقول لحضرتك يعني ما بيبقاش في مجال للأخطاء اللي كانت بتحصل زمان يعني. أكيد طبعا أكيد. إيه طب دكتور، في برضو حاجة مهمة عايزة أخد رأي حضرتك فيها اللي هي البنج، موضوع البنج النصفي والكلي في عمليات المنظار بالجراحة. تمام. طب النهاردة بيجي لحضرتك البيشن، أنا عايز، هو اللي بيقول دي مشكلة كبيرة، أنا عايز بنج كلي، لا أنا عايز بنج النصفي، ليه أضراره ومش عارفة مين جربه وقال لي والكلام ده. طيب رأي حضرتك ايه، ومين اللي بيحدد الموضوع ده؟ هل حضرتك ولا كنت لسه اقول لحضرتك هو القصه دي بتبقى مع يعني زمايلنا واساتذتنا التخدير. البنج النصف ما بينفعش في المناظير كلها، وخصوصا مناظير البطن. يمكن لو هيعمل منظار في ركبته او حاجه زي كده بس خارج مجالنا في جراحه يعني. لازم بنج كلي. مين بيحدد؟ نوع العمليه بيحدد. لو نوع العمليه ما يفرقش معاها بنج كلي او بنج نصفي، لو قلنا مثلا فتق عادي جراحي يعني، ده ممكن بنج نصفي او بنج كلي. مين اللي يحدد الموضوع ده؟ لو مع الجراح او نوع العمليه مش هيفرق، يبقى على طول المسؤوليه في تحديد القرار بتروح للتخدير مع المريض. بيتناقشوا مع بعض ويختاروا. في مرضى ما ينفعهمش بنج نصفي، في مرضى ما ينفعوش بنج كلي. عايزين نوضح النقطه دي تحديدا، لان زي ما بقول لحضرتك كده المريض بيجي هو اللي محدد، هو دي المشكله. ما ينفعش انا عايز بنج نصفي، لان انا البنج الكلي ده المريض المريض ممكن يختار. طبعا من حقه انه يختار، ومن حقه انه يرفض الاختيار، مش يحدد. بس ما ينفعش يحدد بالظبط، لان هو ما عندوش المعلومه الكامله. حتى المرضى بتوعي انا يعني مع ان احنا بنبقى عارفين، بس ما برضاش اتناقش معاهم في الموضوع ده. اقول له انت هتتناقش مع الموضوع ده مع استشاري التخدير، هو اللي يختار لك وانت اختار اللي هو من الاختيارات اللي هيديها لك. طبعاً من الاختيارات اللي من اول البنج الموضعي على حسب العمليه لو تنفع بالبنج الموضعي لحد البنج الكلي وما بينهما. ايوه وما بينهم في انواع تخدير اللي بقى المناطق بس، لا البنج النصفي، لا ده في حاجه اسمها بنج المنطقه الشارك بس،
في انواع كتير، يبقى على حسب الحاله اللي قدامي، العمليه ان كانت كبيره او صغيره، وعلى حسب الحاله المرضيه للشخص اللي هو بيعمل حاجه. في ناس طبعا فعلا دايما مثلا ضغطهم عالي باستمرار، مفيش حاجه بتنفع معاهم، فمش هينفع يدخل عمليه مثلا وياخد تخدير كامل تمام وهو عنده مثلا ارتفاع ضغط كامل. فاوريدي ان حضرتك بتوضح نقطه مهمه جدا، ان هي اختيار النوع التخدير بيبقى على حسب الطبيب اللي هو المخدر، وعلى حسب نوع البيشن اللي قدام حضرتك ايه بالزبط. يعني هل ينفع معايا ولا لا. بالظبط. فزي ما بيقولوا ادوا العيش لخبازه يعني كل طبعا دي اكيد ده ياخدني. عايزين نقول كده فعلا يعني بالزبط. هو دكتور التخدير هو اللي بيحدد، ان احنا بنشوف حاجات كده يعني، احنا ساعات بنروح نحضر عمليات فبنلاقي المريض داخل محدد لنفسه خلاص هو كده، يا اما الطبيب ده مش شاطر مش كويس، ايه هو اللي محدد لي الوينج الكلي وانا عايز الوينج نصفي، فدي مشكله كبيره قوي. ايه طب دكتور محمد انا عايزه من حضرتك بقى حاجه مهمه جدا دلوقتي، توضيح شامل وكامل عن أهمية جراحة المناظير عامة. طيب احنا طبعا احنا ما قلناش ربع جراحات المنظار يعني، أكيد احنا في جراحات من كتير حاجة. قوي طبعاً بس الفتق والمرارة الموضوع ده يطول شرحه. طبعاً. عندنا الفتق والمرارة والزايدة الحاجات المشهورة، عندنا حاجات ما يعني المنظار عمل فيها سبق كبير قوي زي جراحات الفتق الحجاب الحاجز بالمنظار، جراحات ارتجاع المريء، جراحات صل المعدة، جراحات السمنة كلها، كل دي لولا المنظار. ده لسه انا هتكلم في مجرحات لولا السمنة ده لوحده، ما كانتش الجراحات دي كانت شعبيه بهذه الطريقه ان كل الناس تطلب انها تعملها. جراحات الفتق الحجاب الحاجز بالمنظار، نتخيل كده ان احنا علشان نعملها بالطريقه العاديه بنفتح تحت الحجاب الحاجز، فبيبقى مؤلم جدا بعد العمليه، العيان ما بيبقاش مبسوط خالص طبعا. بالعكس فتحتين ثلاثه بالمنظار ونقدر نعمل نفس العمليه ويمكن احسن لان احنا بنشوف احسن. طبعا. جراحات الارتجاع، يعني الارتجاع ده ممكن لو نتكلم فيه في دقيقة كده سريعا، هو معظم الناس بيجي لها ارتجاع، كلنا هيجي لنا ارتجاع، ناكل أكلة حارة شوية نحس بشوية حموضة في المعدة، ده نوع من أنواع الارتجاع، والحموضة دي بتحصل لأن السائل الحمضي اللي في المعدة رجع للمريء. الارتجاع ده مش مرض، ده حادث عارض وخصوصا لو ما اتكررش. انما الناس عرض اللي مش مرض. عرض بالظبط. انما الناس اللي بيتكرر عندها العرض ده بصفه منتظمه ومده طويله هم دول مرضى الارتجاع في المريء. بيبقوا عارفين نفسهم، بيبقوا عارفين انه لو كل بالليل بيحصل له مشكله، لو نام على ظهره الاكل بيرجع في بقه، وما بينهما من درجات يعني. بس ارتجاع المريء اللي هو مره اكلت اكله فيها مشكله حصل حموضه حمضيه كده، احنا نطمن الناس دول انتم مش مرضى ارتجاع المريء. مرضى ارتجاع المريء ليهم درجات وبنشخصهم بالاشعه بالصبغه وبالمنظار. والمنظار بقى يعمل لنا حاجه جديده، بقى يعمل لنا حكايه حاجه اسمها متابعه حمضيه المريء وحركته على مدار 24 ساعه او 48 ساعه. بنشوف الحموضه في المريء وتغيراتها، أكيد. وبنشوف ضغط المريء في كل حته فيه عشان نعرف نحسب المريء ده وظيفته شغاله بنسبه كام في الميه. وعلى اساس النقطتين دول بنحدد ايه نوع العمليه اللي ممكن تنفع الشخص ده او ما ينفعش يعمل عمليه، وده بيبقى قرار وحش قوي ان احنا نقول للعيان للاسف انت مش هينفع تعمل عمليه. العمليات بتاعه الارتجاع كلها بقت اسهل بكتير قوي بالمنظار. بقينا نعمل العمليه ونقدر نصححها ونقدر نعمل فيها تبديل لو مش عاجبه العيان، نقدر نعمل لها تقييم داخل العمليه ان احنا نعمل العمليه وفي نفس الوقت ندخل منظار فنشوف حجم التصحيح اللي احنا عاملينه. الكلام ده كله ما كانش متاح زمان او كان متاح بصعوبه ان انت تعمليه للعيان ويحصل مشكله وتضطري تفتحيه تاني. الوضع ده مش كده خالص دلوقتي. المنظار بيعمل ايه تاني غير ارتجاع المريء والفتق؟ بنعمل كل العمليات اللي فيها استكشاف على البطن. يعني لا قدر الله مثلا القرحه المنفجره بتاعه ال12 دي كانت عملية لازم تتعمل بفتح جراحي واستكشاف على البطن، ودلوقتي بتعمل بالمنظار بسهولة. أورام القولون، أورام القولون كان لازم عملية كبيرة والبطن كلها تتفتح، لا دلوقتي أورام القولون باستخدام المنظار واستخدام الدباسات بقت من السهل جدا أن تعمل بالمنظار. وأقصد بالسهل مش سهل على كل الناس، هي سهل على المتخصصين. أيوه. عشان الجزئية دي مهمة يعني. يعني زي ما حضرتك بتقولي العيان بيبقى رايح للجراح يقول له انا عايز تعمل لي العمليه بالطريقه الفلانيه، هو ده في نوع من انواع الخطوره. هو لو الجراح ما عرضش عليك العمليه دي بالطريقه دي
غالبا هو مش بيفضل يعملها بالطريقه دي، فبرضه ما تطلبش منه اللي هو مش عايز يعملها طبعا. فانما بنقول العمليه بقت سهله يعني على المتخصصين، ان احنا بنعملها بسبب ان احنا بقينا نعملها كتير يعني. اكيد طبعا. اورام القولون، اورام المعده، استئصال الجزء المعده، اورام الغده الفوق كلويه. الموضوع ده بقى اسهل بكتير قوي بالمنظار، استئصال الطحال، الحاجات دي كلها كانت عملياتها الجراحيه كبيره قوي، بالمنظار بقت اسهل بكتير. اكيد طبعا. طيب دخلنا بقى في نقطه مهمه قوي اللي هي تكميم المعده عن طريق المنظار. لو اتكلمنا عن تكميم المعده بالمنظار حضرتك هتقول لنا ايه؟ عمليات السمنه برضو مرت بمراحل كتير من ساعه ما تم انشائها يعني او اخترعها. عمليات السمنه اول ما بدات كانت الهدف منها بس ان احنا وزن المريض يقل. بعد كده اكتشفوا مع الابحاث والدراسات ان عمليات السمنه ممكن تعمل حاجه تانية مهمه جدا، انها تعالج بعض الامراض اللي بتبقى مع البني ادم مزمنه زي الضغط والسكر وزياده دهون الدم وهكذا. فبقى في دور مهم قوي لعمليات السمنه في الامراض دي. عمليات السمنه بتنقسم لثلاث عمليات اساسيين وبعض العمليات الفرعيه. الثلاث عمليات الاساسيين في اتنين منهم بيتعملوا في مصر بكثره، اللي هم تحويل المسار وانواعه، عشان تحويل المسار ده فيه انواع أكتير. وتكميم المعده. عمليات تحويل المسار هي عمليات الهدف منها ان احنا نغير مسار الاكل شويه، فالبني ادم ما يستفيدش بكل الاكل اللي بياكله. على عكس التكميم، التكميم نفس المسار العادي بس احنا بنقلل شويه الكميه اللي البني ادم بياخدها وبنقلل الجوع. استئصال جزء من المعده، جزء كبير من المعده. من المعده، تمام كده. بنخلي الجزء الاصغر، عشان في ناس برضو عايزه تفهم او توضح لها كلمه يعني ايه تغيير مسار ويعني ايه تكميم، هنا الفرق بينهم ايه؟ اوريدي حضرتك دلوقتي شرحت شرح جميل، قلت لنا ان التكميم استئصال جزء من المعده كبير، انما تغيير المسار بنغير مسار المريض من اكله من طريقه اكله الكلام ده كله، وده جزء مهم قوي فعلا كنا بنسال فيه كتير. طب دكتور احنا طبعا هنخش في حاجه كده يعني لازم تبقى واضحه للناس كلها. دكتور محمد ضحك، فقبل ما يضحك هو عارف انا هقول ايه. المنظار عمليه مكلفه تكاد تكون غالبا يعني اكبر تكلفه من الجراحه العاديه، وده مفهوم الناس لسه ما كملتش. لكن في لكن انا باكد على لكن، ان الجراحه اللي هي بالمنظار يعني ادق مميزات كل الكلام ده، لا بالعكس انا مش كل ده هتعمل كلام حضرتك صح، هي الجراحه بالمنظار اغلى. بس هي دي يعني انا عايزه اوضح حاجه، ان الجراحه بالمنظار ممكن انسان يعمل جراحه بالمنظار يعملها مره واحده وخلصنا وخلاص، اما الجراحه العاديه التقليديه ففيها مشاكل بعد كده ممكن تخلينا تاني نوصل للمنظار. عايز اعرف راي حضرتك. الجراحه اللي بالمنظار اغلى، ده كلام حقيقي. الجراحه العاديه ارخص لان ما فيهاش ولا الجهاز ولا خبره الجراح اللي هو بيشتغل بالمنظار، فممكن تبقى ارخص. احنا بنلجا للجراحه العاديه في بعض الاحيان وبنلجا لجراحه المنظار في بعض الاحيان، بس خليني اقول لك نحسبها بطريقه ثانيه. شركات التامين لما بييجوا يحسبوا هيدوا للعيان ده فلوس اكتر ليه في عمليته عن بنظار او عادي، هم عندهم الحسبه دي حسبه قويه جدا عشان ما يخسروش. بلاش شركات التامين، مؤسسات التامين حتى يعني التامين الصحي يعني بتاع الناس في الدول، علشان يقرر ان العمليه دي ممكن تتعمل بالمنظار او العمليه دي تتعمل فتح بياخد وقت طويل قوي على ما ياخد القرار ده. الحسبه بتبقى اكبر من كده. الحسبه مش بس العيان هيدفع كام، لا هي الحسبه العيان هيدفع كام، هيغيب من شغله قد ايه، هيرجع شغله امتى، هيرجع شغله كامل امتى. زي ما قلت لحضرتك مثلا في الفتح بالمنظار، يعني سي مثلا لو لعيب كوره عايز يعمل عمليه وينزل تدريبه، اكيد. زي ما قلنا طيار مثلا عايز ما يفقدش رحلته الجايه، فالوقت عندنا بفلوس. مهم بقى ده بفلوس، الحاجات دي بفلوس. في المقابل حاجة تانية، غالبا جراحات المنظار هي جراحات سريعة. يعني ايه سريعة؟ يعني العيان ما بيضطرش يقعد في المستشفى كتير بعد العملية. على عكس الجراحات العادية، احنا الجراحات العادية بنقعد يومين وتلاتة في الجراحات السهلة. ولو جراحات اكتر من كده بيقعد بالاربعة وخمسة. كفاية الجرح بتاع البطن. كفاية ان الكلمة اللي بتتقال للناس اللي بنعملهم فتح بالطول وبالعرض بالطول
ان انت لمده 3 شهور ما ينفعش تشيل حاجه، ما ينفعش تزق عربيتك لما تعطل، ما ينفعش. فالكلام ده كله ما تغطيش تجيب حاجه، بيبقى بلغي ملغي من المنظار. فدي اتمان لازم تذكر في الثمن. فكره ان اي عمليه بالمنظار بتبقى اغلى من قرينتها العادي طبعا منطقي، لان في جهاز بيستخدم زياده، في تقنيه بتستخدم زياده، بس ما تتحسبش على المدى القصير، لازم تحسب المدى البعيد. الباكج كلها زي ما انا بتكلم على حاجه ان فعلا ممكن العمليه بتاعه الجراحه العاديه التقليديه بتاعه زمان مثلا زي الفتق مثلا بيحصل فيها ان احنا بترجع تاني زي حضرتك ما قلت، وده العيب مش الميزه. في المنظار لا خلاص احنا ركبنا شبكه زي حضرتك ما ذكرت كده في مكان اللي هو بين العضلات مش فوق، تمام. فده برضو ليه ميزات كتير قوي بالنسبه للمنظار، وده اللي فعلا بيفضل النهارده. صحيح، بس كده. يعني خلينا بالذات في موضوع الفتق ده، لا هو يعني الفتق الرجوع الفتق نسب الرجوع من المنظار من الفتق العادي الجراحي ما بتفرقش كتير مع استخدام الشبك، ما عدا يمكن الفتق على الناحيتين. ده اللي طبعا يعني يعتبر مضيعه للوقت والمجهود والفلوس انه يتعمل على الناحيتين، العين بيبقى تعبان قوي لما يتعمل على ناحيتين جراحيا. يعني طبعا لو اتعمل بالمنظار بيبقى احسن وفعلا ده الارتجاع ممكن يبقى اقل كمان شويه. انما غير كده في الجراحه العاديه والجراحه المنظار في الفتق الارتجاع مش المحدد قوي للمنظار ولا لا. يمكن زمان كان انواع الشبك وانواع تثبيت الشبك ما كانش كده، فمنطقيا المنظار كان يبقى احسن، بس ما كانش فيه منظار برضو زمان يعني. كانت الجراحه العاديه بقى التقليديه العاديه. لا بس كان برضه المريض كان بيحس بحاجات كتير. الحاجه الثانيه احنا كنا قلنا حاجه وقفلناها يعني انه لولا وجود المنظار اللي هو برضه ثمنه غالي ما كانش في ناس هتجرؤ انها تعمل عمليات زي مثلا عمليات السمنه. لان عمليات السمنه دي اصلا هو مش مريض، هو معتبر نفسه شخص سليم فراح يعمل عمليه علشان يبقى احسن. فده لو كان لما كان بيطلب منه انه يعمل عمليه بفتح بطن كبير كان بيرفض. دلوقتي مع المنظار هيبقى احسن وهكذا يعني. اكيد طبعا. طب دكتور محمد، يعني انا موضوع جراحه المناظير ده موضوع كبير جدا ويكاد يكون الكلام فيه ممكن ما يخلصش خالص. اكيد طبعا. فطبعا انا بس اهم حاجه عايزه اذكرها في البروجرام بتاعي النهارده حاجه مهمه وعايزه اسالها لك بعيد عن المجال دلوقتي، حاجه مهمه برضه. بيقولوا يعني انا نفسي سعيده بالحلقه مع حضرتك حقيقي، حضرتك وضحت لنا اكتر من حاجه، واكيد الساده المشاهدين دلوقتي برضو مبسوطين جدا من الحلقه لان فيها اكتر من شق في جراحه المناظير، ويكاد يكون كل مشاهد بيشوفنا دلوقتي استفاد. زي ما بيقولوا قبل ما نختم الحلقه ابن الوز عوام. انا مش هنسى الاستاذ الدكتور هشام عبد الرحمن، يعتبر والد حضرتك ده ان شاء الله معانا في حلقه جميله اللي هي تجميل الانف باذن الله. فانا طبعا بشكر حضرتك جدا جدا في الحلقه لان انا مبهوره بيها، مبسوطه جدا وجود حضرتك معايا. واتمنى في لقاء تاني يكون لنا برضو لقاء مهم للساده المشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد، وان شاء الله في حلقات قادمه مع حضرتك باذن الله. شكرا دكتور محمد. مشاهدينا الكرام، الى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله في برنامجكم المعتاد حوار مع طبيب.